انا من رايي كفايه تبتدي الدار الاولى بالقاهره. بس انا بحلم ان نفتتح فرع في اسوان وفرع في اسكندريه، ده غير بتاع القاهره. ايوه كربه، بس ده هيبقى مجهود كبار عليك. بس على الاقل نبتدي الخطه لمده سنه عشان نكون افتتحنا 3 فروع. انا مبهور بيك، ازاي واحده في سنك تبقى مشغوله طول الوقت بالايتام وانها تفتح لهم دار في كل محافظه لرعايتهم وتعليمهم على اعلى مستوى؟ المفروض يعني ان واحده غيرك معاها نفس الفلوس اللي معاكي كان هيبقى كل همها انها تكسب اكتر، انها تبسط نفسها، تسافر، تتفسح. انت ازاي كده؟ انا ازيك. الو، ايوه محمود. ها، ايه الاخبار؟ في اليت كوميونيتي؟ بجد انا بالصدفه كنت هناك من كام يوم. لا طبعا، حلو جدا. بكام بقى؟ لا لا لا، مش في الميزانيه المبلغ ده. لا طب خلاص، بقول لك ايه، شوف لي اي شقه بس لازم تكون جوه كومباوند عشان سكيورتي. خلاص خلينا على اتصال. باي باي محمود. انت كنت عايزه تاخدي بيت في اليت كوميونيتي؟ لا مش بالظبط يعني، بس بما اني استقريت في مصر وبدل قعدت في الاوتيلات وكده، قلت اكلم بروكر يدور لي على شقه او فيلا جوه كومباوند. اهم حاجه عندي عشان سكيورتي، انت عارف انا عايشه لوحدي ولازم اطمن. بس الفيلا اللي اهالي دي غاليه، فقلت له دور لي على شقه وخلاص. طب ليه ما قلتليش انك بتدوري على بيت؟ انت هساعدك. كفايه بقى يا مصطفى، انا تعبتك كتير معايا. ايه الكلام العبيط اللي بتقوليه؟ انت عارفه ليت كوميونيتي دي ملك مين؟ مين؟ ملك محمد مراد. بجد؟ بس برضه غاليه قوي يعني. معايا فلوس عشان اعمل فيها بيزنس، بس مش هصرفها على فيلا. سيب الموضوع ده عليا. هتعمل ايه يعني؟ مالكيش دعوه بقى. بونابتي. ميرسي.